السلام عليكم، كيف حالكم يا أصدقاء؟ وأخيرا صدرت لعبة دراجات هوائية قوية على الأندرويد، لعبة ديسندرز التي نزلت في 3 من هذا الشهر على هواتف الأندرويد بعد أن كانت متوفرة فقط في هواتف الآيفون. وفي هذا الفيديو سنعمل مراجعة عن اللعبة ومميزات وعيوب وأشياء أخرى حبيت أن أشاركها معكم. أول شيء، وللأسف اللعبة نزلت مدفوعة على بلاي ستور بسعر $10 تقريبا، ولحد الآن حصلت على أكثر من 500 تنزيل منذ يومين من إصدارها في هذه اللحظة اللي أسجل فيها الفيديو. طبعا يعني عندك $10 في 500 تساوي $5000 في أقل من يومين. شيت يا رجل، هو ما دخلي في هذه الأمور. المهم نتحدث عن اللعبة والأمور التقنية. بالنسبة للتحكم في اللعبة، عندك لوحة تحكم مكونة من زرين، واحد تتحكم به في الدراجة والثاني بالسائق، ولازم يكون هنالك تناسق في التحكم لكي تحصل على حركات جيدة. والمميز أيضا أن في اللعبة متاح لك التحكم بالكاميرا، العب كيفما تشاء، إما بمنظور الشخص الأول ومنظور الشخص الثالث. اللعبة أيضا فيها العديد من الخرائط، وكل خريطة فيها عديد من المهام والمضمارات، وكل مضمار بتصميم مختلف وصعوبة مختلفة، وهذا أمر جيد. فاللعبة جاءتني شبيهة من هذه الناحية بلعبة داون هيل التي كنا نلعبها في البلاي ستيشن 2 لما كنا صغار. كذلك مع تقدمك في اللعبة يمكنك شراء دراجات جديدة وسائقين جدد أو تطوير دراجاتك. بالنسبة لتصميم اللعبة فهو ممتاز من ناحية الجرافيك وتنوع الخرائط، كل خريطة تحتوي على بيئة مختلفة، وكذلك المؤثرات الصوتية فهي ممتازة، صوت الدراجة وكذلك القفزات كان مضبوط. أما بالنسبة للجيم بلاي فما زال يحتاج إلى تحسين من وجهة نظري. والآن نتحدث عن سلبيات اللعبة. أول شيء هو أن اللعبة متطلبة على الهواتف، تحتاج إلى إمكانيات قوية لكي تشغل معك بسلاسة، رغم أنك إذ نزلت إلى معلومات اللعبة في بلاي ستور ستجد أنه يقول لك أن اللعبة متوافقة مع جهازك، فهو يعني لك أنها ستشغل معك، لكن كيف؟ هذا هو السؤال. يعني قد تشغل معك لكن ستجد أن هنالك لاج وتقطعات في اللعبة، فاحذر من الفخ يا جورج. وهذا كان من الأسباب في أن تحصل اللعبة على تقييمات منخفضة. كذلك التحكم في اللعبة فهو صعب قليلا، لكن فقط تحتاج التعود على نمط اللعب وأمورك تمام. كانت هذه مراجعة بسيطة عن لعبة ديسندرز. أعطني رأيك عن اللعبة في التعليقات، اترك لي لايك للفيديو فهذا يساعدني كثيرا، ولا تنسى أن تضغط على زر الاشتراك إذ كنت تراني لأول مرة. أصدقائي الجميلون، دمتم سالمين.